نبدأ رادار الأخبار من مدينة بافاريا الألمانية التي شهدت انطلاق أعمال قمة قادة مجموعة دول السبع في وقت يعيش فيه العالم أزمات عدة بدءا من الحرب في أوكرانيا مرورا بالمناخ وصولا إلى الأمن الغذائي. ويبحث القادة المجتمعون وقف استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة على موسكو. من جهته دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن دول مجموعة السبع وحلف الناتو إلى البقاء متحدة في وجه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرا أن هذه الوحدة هي الطريق الوحيد للخروج من الأزمة. ألمانيا واحدة من أهم وأقرب حلفائنا في العالم، وعلينا أن نكون حريصين على البقاء جميعنا سويا وأن نعمل على مواجهة كل التحديات الاقتصادية التي نقابلها. بهذه الطريقة فقط يمكننا تخطي كل ما يحدث ويمكننا الخروج منه أقوى مما كنا عليه. بدوره عبر المستشار الألماني أولاف شولتز عن تخوف دول مجموعة السبع من التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وأكد أن ألمانيا والولايات المتحدة ستعملان دائما سوية لحفظ الأمن الأوكراني. تصريحات شولتز التي أتت أمام الصحفيين على هامش قمة مجموعة دول السبع التي تعقد في بافاريا شدد خلالها على وحدة أوروبا في مساعدة أوكرانيا والقضاء على ما تقوم به روسيا. من جانبه حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن أي محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي في أوكرانيا ستؤدي إلى إطالة حالة انعدام الاستقرار العالمي. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية قال إن لندن وباريس يتفقان على أن الوقت الراهن يمثل لحظة حساسة في الأزمة الأوكرانية وإنه ما زال من الممكن قلب مسار الحرب على حد تعبيره. من بافاريا ينضم إلينا مراسلنا جو تابت، وأيضا من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. أهلا بكما جو ومجدي. أبدأ معك جو بالسؤال حول المساعدات الأوروبية التي أطلقت اليوم بغية إعادة العافية إلى الاقتصاد العالمي بحسب ما علمنا. ما هي تفاصيل هذه المساعدات وكيف كان اليوم الأول من اجتماعات دول مجموعة السبع؟ هي في الواقع استراتيجيات لتقديم مساعدات في المدى القريب تفاديا لتكرار الأزمات التي تعيشها أوروبا والعالم والتي تنحصر اليوم بفقدان الإمدادات الغذائية، بغلاء المعيشة، بالوضع الاقتصادي المتردي، وأيضا بمشكلات تتعلق بعلاقات الدول فيما بينها. لا يخفى على أحد، وكما ذكرت في المقدمة، لا يخفى على أحد بأن في الشكل هناك اتفاق واضح على ضرورة إبقاء الاتحاد بين قادة الدول الصناعية السبع والقادة الأوروبيين، لكن في الوقت نفسه ثمت وضوح وثمت معلومات بأن هناك تباينا واضحا فيما يتعلق بطريقة التعاطي مع موسكو. بالواقع ما زالت هناك دول مثل فرنسا وألمانيا تعول على الدبلوماسية لعلها يمكن أن تغير سلوك بوتين. في الوقت نفسه في الجهة المقابلة هناك الولايات المتحدة وبريطانيا التي ما زالت تتخذ أو تنتهج السياسة الضغط القصوى والعقوبات القصوى. أمام هذه الحال اتفق المجتمعون اليوم في يومهم الأول وفي اجتماعاتهم المغلقة على إطلاق ما يعرف باستراتيجية تفعيل البنى التحتية في العالم لمساعدة الدول الفقيرة والغنية على حد سواء. باختصار الصورة هي واضحة، هناك رغبة بالتعاون، لكن في الوقت نفسه لا يخفى على أحد بأن هناك تعب نراه في تصريحات المسؤولين وخصوصا تصريحات المستشار الألماني أوليف شولتز الذي هو يستضيف هذه القمة. ولكن يبدو أن هذا التعب لم يصب الإدارة الأمريكية بعد حول حزمة إجراءاتها تجاه روسيا. مجدي، دعنا في صورة ما تتحدث عنه واشنطن اليوم، هنالك مساعدات قادمة بقيمة 200 مليار دولار، وهنالك أيضا حديث عن حزم من العقوبات. ما هو الموقف الأوروبي قبيل قمة الناتو القادمة التي ستنعقد بعد اجتماعات دول مجموعة السبع؟
تسابيح بالفعل، وبالبناء على ما أشار إليه جو أيضا في هذه اللقاءات الهامة جدا للرئيس الأمريكي مع قادة دول مجموعة السبع، مزيد من العزلة الدبلوماسية على موسكو، العزلة السياسية وأيضا عزلة اقتصادية، ناهيك طبعا عن موضوع المساعدات العسكرية التي تتدفق على كييف وعلى الجيش الأوكراني. اليوم أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك إعلان جديد مرتقب من قادة دول مجموعة السبع ضد روسيا بوقف استيراد الذهب الروسي، وقال أن هذه الخطوة ستكلف الاقتصاد الروسي خسائر بمليارات الدولارات لتضاف إلى حزمة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها واشنطن بالتعاون مع حلفائها وشركائها ضد موسكو. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا اتهم موسكو والجيش الروسي بتصرفات وصفها بالهمجية، لأن اليوم كان في أيضا على وقع هذا اللقاء اللافت جدا والهام للغاية بين قادة دول مجموعة السبع، كان في ضربات وجهت إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وهي ضربات نوعية للجيش الروسي وغير معتادة في الفترة السابقة على الأقل، وصفها بالهمجية. هذا وصف كبير حقيقة ولافت من الرئيس الأمريكي ضد روسيا. وأيضا أصدر بيان البيت الأبيض على لسان الرئيس الأمريكي نفسه جو بايدن، واتهم الجيش الروسي بممارسات تعذيب ضد الأوكرانيين، سواء كان بالضرب أو بالصدمات الكهربائية أو حتى بتنفيذ إعدامات مزيفة. وبالتالي يعني يصعد الرئيس الأمريكي جو بايدن تسابيح من لهجته ضد موسكو، يحاول ويؤكد مرة أخرى جديدة على وحدة الصف الغربي عموما، وقال أن بوتين كان يعول على حالة من الانقسام ما، سواء كان في جبهة قادة دول مجموعة السبع من جهة أو من جهة أخرى ضد حلف شمال الأطلسي، وقال أن ذلك لم يحدث، وتوعد أيضا بأنه لن يحدث. وبالتالي هذه اللقاءات هامة وبارزة جدا، وهي لي يعني شد الصف والتأكيد على وحدة الموقف الغربي، سواء كان في القادة الأوروبيين مع الموقف الأمريكي أو حتى طبعا في حلف شمال الأطلسي. التسابيح من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي، ومن بافاريا مراسلنا جو تابت. شكرا جزيلا لكم جو ومجدي على كل هذه المعلومات.